فنان من لبنان. الجزء السادس، ريمي بندلي. غنت من صغرها للبنان، للحرية والطفولة، وبعد غياب دام لأكثر من 20 عاما عادت لتطلق ألبومها بعنوان منسيت. ريمي تلك الطفلة الصغيرة كبرت وأصبحت زوجة ولا تزال فنانة، لكن بقلب طفلة محبة متواضعة مليئة بالأمل. أعطونا الطفول أغنية لم تغب عن مسامعنا، ونسبة مشاهدتها على يوتيوب تخطت 7 ملايين مشاهدة للفيديو المنشور عام 2009 بعد غياب 24 عاما عن المسرح. بقيت هي تغني كفراشة تتنقل بين الأزهار، خجولة كلما صفق لها الحضور. رقيقة هي تلك الرائعة التي تدخل القلب دون استئذان فتسكنه كطفلة صغيرة. ريمي بندلي، أنت من رفعت الصوت عاليا في عالمنا العربي، لكن وللأسف ما زال أطفال العالم بحاجة إلى صوتك وأغنيتك. أعطونا الطفول، لعل الطفول تعود يوما والسلم يحل وتندحر الحروب إلى الأبد.